حبايب قلبي في قناه ديك البرابر. النهارده ان شاء الله هوريكم طريقه تخزين الخضره في الفريزر او تفريز الخضره. الخضره اللي هي البقدونس والشبت والكزبره الخضراء. انا جبت الخضره بتاعتي غسلتها كويس وسبتها في المصفى لحد ما نشفت، يعني ما بقاش فيها ميه خالص. هعمل فيها ايه دلوقتي؟ هقطعها التقطيع اللي انا بحتاجها، يعني سواء هقطعها كبيره او صغيره اللي يعجبك. انا هقطعها دلوقتي وهوريكم هعمل فيها ايه. انا قطعت الخضره بتاعتي اهي، التقطيع بقى اللي انتي تعجبك، عايزه تقطعيها كبير، عايزه تقطعيها صغير. وهجيب بقى بعد كده علب التلاجة اللي هي العلب اللي بتخش الفريزر، علبة محكمة الغلق، وهحط فيها الخضرة بتاعتي وهشيلها في الفريزر. هتقعد عندي 3 4 شهور وممكن أكتر أهو كده. لو عايزين تحطوها في أكياس تفريز ماشي أهي كده. ودي أسهل طريقة لتخزين الخضرة، وهنطلعها وهي مجمدة كده، هنستعملها على طول، يعني مش هنستنى عليها لما تفك اهو كده. وهنشيلها في الفريزر زي ما قلت لكم، اول ما نطلعها وهي مجمده ننزلها في الاكل على طول، مش هنستنى عليها لحد ما تفك. لو عجبتكم طريقه تخزين الخضره بتاعتي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناه ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.